وصلت الى لوكاس فاسكيز في منطقه الجزاء، راسيه تاتي لكن الكره من محمد احمد الى خارج ارضيه تشيب عن كره ذهبيه من يسمت لهذا الكرواتي يواجه ابن بلده، يسجل كذلك الاهداف مما فتح الطريق الى التعادل ثم الفوز بركلات الترجيح. كره باقدام كريم تسديده من بنزيما الى خارج ارضيه الملعب، تصل الكره بعد ذلك الى ركله مرمى الحارس خالد عيسى. هذه الكره والمحاوله الماضيه بالنسبه لريال مدريد وكريم بنزيما مرمى، لكن ممكن ان يسجل العين. وقفت بين يديك من اول ما تفعل؟ تلبس المباراه. انا كم قد قلت لك انا تلبس مباريات؟ كم قد قلت لك هو ما يقدرش يلعب؟ هو كذابي ابو كلدي، هو لعب ابو كلدي، هو فعلا كان فنان بلع. انت لي ان ابوك كان احرف واحد في اليمن صالح، انت لي ان ابوك اول من فعل دبل كيف في اليمن محمد، انت لي ان ابوك اول لاعب في العالم بعالم بكله يشوط الكره لما يخزق الشبكه. ابو الجنان كيف ابو الجنان؟ سأل على ابوك عند الناس كلهم بس كده مات، ولا ذيك اللي يعرفون قد مات ولا صلاح ولا صلاح ولا صلاح قد مات كلهم، بس ابوك كان انت اللي كان راسي يابس كان يابس صم. بعد يوم هكذا في مباراه كنا نلعب في اين هذا الكوكب كوكبان تركيا 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 جنب كوكبان قلت تصدق هذا حكى محمد بن يحيى جنب عرفت دخلنا تركيا على طول. وبعدين يا زيد الناس الحارس حكم جاء الكرة صورة كدم وانا نطلع على نفسي صدرت الكرة. بعدين الفيفا استغربوا قالوا يمكن هذا اللاعب في راسه مسمى هكذا قلهم قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله لا تصرعوني يا عين قولوا ما شاء الله. هم كلهم كانوا يقولوا ما شاء الله فاهم؟ ها؟ كيف ما تحلمت؟ اهم شيء كان ابوك حاجة ثانية انت عارف ميسي؟ ايه ميسي من؟ ميسي عرفته؟ ميسي مزاح اي ميسي مزاح من المكان ميسي هذا خلاعك انت داري انه انا الذي درسته انا الذي علمته التبكي علمته التبكي وسدينا على اسمه حكيت اخو الناجي كنت اسوي له بيت كل ذا الرجال اسمه الناجي ذا الرجال باقي الف عندهم شو حالنا احنا نتبتع شو حال نجي للارجنتين وننذر وبعدين انا تعال بيا انت عارف كريستيانو؟ ايوه اول من علم كرة القدم انا اول من علم كرة القدم وما كان جراح وكان مرنش على الضوئي كان مرنش كان مرنش كان يرنج على الضوئي كان مرنش خلاص علمت كرة القدم وعلى اساس اتفقنا بعجلة انت باقي ثلاثة ما رضيتش صرت لعند اخو اسماعي قلت اسمع الرجال نقول نو انت مش حالنا احنا نتبهدل ونتبتع ونسير واتساب يا با كريستيانو اخو اسماعي ايوه يا اخو من امه سبحان الله اخو من امه ايوه انت عارف مارادونا؟ ابي اعرف صديق وبروح ليابا بالخرطه حقك من الخرطه؟ قم اخرج هرت ما قد تعرفنيش ولا قد تعرف ابوه ولا قد ما حد كان يجي سلام الله عليكم وشارك مبارك وكل عام وأنتم بألف صحة وخير وعافية إن شاء الله. الكل كذابين ما أنت يا خر في ناس يجلس يخرط واصل ويكذب ويدعي إنه مسك منصب مدري عينه ويدعي إنه يعرف فلان في أي وزارة ويتعين رئيس الهيئة الفلاني هذا صاحبي وأنا شام الشيء عنده وا تمام الذي حوله بيركزوله الذي حوله بيركزوله من كثر الركز بيصدق نفسه إنه خلاص إنه فلان طبعا غالبية هؤلاء الذي جو خراطي ويجوا كذابين هؤلاء فالأخير يقعون نصابي زي هذا الفترة زي هذا الايام الذي بنعيش هذا العين كم يا ناس تبذل المطقطقين يا فلان انا غزاوي هذاك وزير غزاوي المستخلص حقك هينو خرج انا شام مش لك يعني. بس انا شجعت اتواصل معك واقول لك ايش طلب مني ويتواصل بعد ها فلان
خلاص قد قال لي مش حكى المستر خلاص بس قال لي شيء مليون ويسوي على ال تمام الله يرحم والديك وهو لك الدولة وهو غار لا يعرف هذا الوزير ولا قد خسر المستخلص ولا حاجة فبدأ ينصب ويسرق وينهب وهكذا زي بعض أصحاب العقارة بعض أصحاب العقارة أنا أقبالي شك في ديما وفضيع على البحر شك في عصر على البحر من أنبا في عصر البحر من أنبا في عصر البحر فهلك مسكيني يصدق يا أخي أنا مضطر ولا أمي ما رأى قسم بالله أجيتون البلاد وعشتي شقة ضروري 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 والله الناس حين أنا أظل موجود في عصر شوف في هايل شك أفضع أفضع على المحيط على المحيط اشتال عيال يشلوا منهم عليه جرشان ونصب وكذب ودج فالذي بيركزوا له الخراطين هم الذي بيتسببوا إلى أن الشخص هذا يوصل إلى مرحلة أنه يكون نصاب يكون نصاب الحاجة العجيبة الذي أنا مستغرب لها أنا مستغرب بالصدق حقيقة صدق كم يا ناس كذابين 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 وخراطين ومع ذلك بيمشوا فالبلد هذا فاليمن بالذات بيمشوا ويتوظفوا ويتركوا ويوصلوا لها كم منه التج والنصب نفتيك يا يمن النصب والكذب والخرب بيوصل إلى يعني إلى أشياء وإلى مناصب ما بيحلمش بها الذي هو إنسان مؤهل وأكاديمي يعني كم يا وعودات قد وعدونا مثلا الجهات المختصة احنا غنفعل كذا احنا غنصلح كذا احنا غنبني كذا هذا يترمم كذا الحفر غنفعل القالجة الحفر كله هذا الشارع يتصلل هذا الحفر كله كذب وخرط يعني في بعض المسؤولين هكذا لما يعمل خطاب ولا كلمة أمام الناس تمام يخرط ويكذب وعايش الخرطة وعايش الكذبة مثلا يقول احنا ان شاء الله بإذن الله شوارع العاصمة إن شاء الله الحفر كلها نغطيها إن شاء الله والشوارع التي اكترش فيها الزلف اكترش سعر العاكس لأنه العاكس خضر الإسلامية والغربية فإن شاء الله بإذن الله الزلف عزلت من جديد ونخفى المنظمات ونأكل المنظمات لا تجيب لك شوارعنا ونحسن من أداء المنتخب اليمني فانت على خطبة طويلة عريضة المسؤول هذا المنطقة وحقيقة يعني الناس الذي يحاولوا والذي كذا اليمنيين بطبيعة مساكين اليمنيين أبرياء يعني اليمنيين أبرياء أي حاجة يصدقوها على طول أي مسؤول على طول ما قد كمل شيء خرطوا قدم يصفقوا لك شوي بروا سوي ولا بالنسبة لي حجرين مساكين الشعب اليمني مساكين يرحموا الله ما لا يشاركوا ويفرقوا بين هاجة يكذب وهاجة يخرط وهاجة يصدق يعني كم يا حفر ملان أمامة العاصمة كم يا مطبط كم يا شوارع زفت تخربين بتعطلن سيارات وفي مسؤولين عن هذا في هذا الجانب انهم يصلحوا بهذا ومعهم فلوس بيستلموا المنظمات بيستلموا فيه متبرعين في كذا ولكن لا حياة لمن في الهدي تمام في ناس ولفوا على الخرط ولفوا على الكذب خلاص جديد قدو مرض قدو ورض قدو كذب داخلي ساعة نزيف كذب داخلي إما هذا اللي قالوا وعلم كريستيانو وعلم جونسي وعايش الكذبة والفين خلاص إنه والفين لا والفين إن في إن الناس اللي أمامهم اللي حولهم مثلا الشعب مثلا لما مسؤولية حاجة خلاص كذاب وصفقنا له وما حصل من يعني من الكلام هذا كله ولا حاجة ولا نفذ عادي عادي خلاص فالمدققين هؤلاء والهنجمي هؤلاء وانا قد صرفوا لي صغالون وانا قد معانا مر خزان مع واحد خراط قال انه دخل سوق القصبة سوق الحصب الذهب قال اشتغل اشتري قال وعده وخذ كذاب وكلم معانا الجفري وديمو ويبيع فلقات وجنبه عربي حق حب 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 يبيع حب حب بطيخ فلقيوه غرماء يجي حب كذا عمر ولا ولا عرضه وشو يرموا له عنده وبيصوبوا له عنده حتى ويشل الغرم حبه هم بيرموا
وقعينا الرصاص كلهم في الحبخبة. الحبخبة كذا في الحبخبة. هم بيرموه بيتغطى بالحبخبة. تمام لو ما كملت عليهم الرصاص كملت المهم خلاص. رجع قلب الحبخبة ورجع وماتوا كلهم الغرماء وشل قاته وقحص باقي الحبخبة وبرد على قلبه والرحلة. الآن لي الذي خرط الخرطة هذه الله يشوف الفيديو هاي قدوم ما شاء الله يعني قدوم ماسك مكان ما شاء الله نسأل من الله العفو والعافية نسأل من الله السلامة كل عام وانتم بخير السلام عليكم